خياطة تخيط في المعمل موجود. دائما الوالدها ياخذ الإجرة من عنده. يصير هذا طبعا حال المجموعة هاي مال الابن حتى تعب وعمل خياطة الماء المن البنت. اكو مقولة تقول الولد وما يملك لأبيه، المقولة صحيحة، هذا ملك وتعبه، يجوز الأب أن يتصرف ويطلب حقها دون رضاها، أموالها وتعبها وعملها وحتها المن إلها يجوز أن يخطبها. بعض الآباء اندفت كلمات، هاي هم الكلمات مو صحيحة، يقول هاي بنتي، بالتالي من يتعامل ويا معناه بنتي، لا التملك بنتي آني، فكلك يكون كأنما هو شنو يعتقد كل من حقه، لا مو من حقه، يجوز أن يتصرف مالها وعملها وأجورها مال الخياطة اللي تحصل عليها. وكذا لو كانت عندها مكينة من أموالها تكون من المكينة البنت، ولا يجوز بالتصرف فيه دون رضاها. سيدنا إذا كانت مثلا المكينة تشتغل بالبيت، كانت المكينة ملك الأب، أي إذا كانت ملك الأب فهو يصير هذا بيناتهم عقد، كأنما العقد بين من؟ بين البنت والأب، هو له حق أجرة المكينة وهي لها حق أجرة العمل، بالتالي هذا عقد بيناتهم، هو له حق وهي لها حق، بالتالي يكون يقسمون الحق فيما بيناتهم. واضح واضح واضح.